مشاريع صغيرة ومتوسطة تنوعت بين الغذائية والكيميائية والأحذية والأعمال اليدوية، نهضت واستطاعت توسيع دائرة إنتاجها وأسواقها حتى وصلت إلى أغلب الدول العربية والأجنبية بجهود أصحابها ودعم هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. معرض دمشق الدولي كان فرصة كبيرة لهذه المعامل والورشات لتسويق منتجاتها وتعريف زوار المعرض المحليين والتجار القادمين من الدول الأخرى بالمنتج السوري ومواصفاته وجودته. مهم جدا مشاركتنا في المعرض مشان نفرجي للعالم إن رغم كل الظروف الصعبة والمؤامرات القوية اللي على سوريا وعلى الشعب السوري إنه إحنا قادرين نزرع وننتج ونصنع ونصدر للعالم. المنتج السوري يعني بكل أوروبا بأي بلد بيحبوا المنتجات السورية. هذه منتجاتنا كلها طبيعية، زرعتنا نحن وحصادنا نحن وقطافنا وصناعتنا بنفس الوقت، وهذه إنتاجنا كله طبيعي بدون أي مادة حافظة. هي المشاركة يمكن 14 أو 15 بمعرض دمشق الدولي بالذات. أنا بلشت بال 2004 وهذا المشروع حقق فرصة عمل ل 84 عائلة مستحقة تأكل من هذا المشروع. روشي، اكسسوار، كل شيء بيتعلق بالشيء الحلو والفن، الجمال، يعني بدور على الجمال، عرفتي كيف؟ فوين بلاقي شغلة هيك حلوة فورا لازم طلعها. هلا عم صب ريزين. غالبا التسويق يا ماما ما بيصير إلا بالمعارض. بزر المشمش هذا من 84 عندي، من لما بديت مشروعي بال 84 لقيتهم عندي، طلعتهم اشتغلت عليهم بالسنارة نحاس مع بزر المشمش، وطلع منهم طوق مع سوارة مع حلق مع خاتم. المعرض ساعدنا كثير بالوفود الأجنبية، بالتصدير مبعث الأردن للعراق لبغداد، مبعث لكندا كمان، مبعث لأمريكا أيام، نبعت للسويد. المهنة بالذات ما بتنجح غير بسوريا، ودمشق حصرا كمان اسمها فواكه شامية وصناعتها بدمشق حصرا، بغير مكان ما بتزبط. بلشنا بالجهود الشخصية، دعمتنا الهيئة كان دعمها كبير، إن وصلتنا للمعرض عن طريق الهيئة كان إلى دور كبير، وطبعا الهيئة ما قصرت معنا كتير بدعم مشروعنا. غاية بصراحة من المعرض انه يكون في تواصل مباشر بين المنتج والمستهلك، تمام، لانه يعني الوسيط او التاجر ما بيقدر يعطي الانطباع للمنتج. انا بيهمني اليوم المنتجات تبعيتي تدخل على البيت الزبون، المستهلك تتواجد ببيته يعرف يعني يتعرف عليها أكثر، يصير يطلبها بالسوق المحلية. هي الفائدة. هلا هي مو الهدف هو مادي، الهدف هو ترويج المنتج.